نسبة ترقبي للفيلم زاد 3 حاجات: عمرو عبد الجليل، مصطفى شعبان، وأحمد داش. ازيكم يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده في ستيفلر رياكشن على هوم سينما، والفيلم اللي هنعمل له رياكشن هو فيلم كازابلانكا. التريلر الثاني لسه نازل من كام يوم. معلش لو ما عرفتش انزل الحلقه دي من بدري، بس انا كنت عامل التريلر ومجهزه من بدري، بس انا ما عرفتش لسه انزل الحلقه. في 3 حلقات هتنزل: كازابلانكا وانابيل ورامبو الجزء الجديد. في 3 فيديوهات هتيجي، بس انا كنت موقف الفيديوهات دي، كنت عاملها من بدري بس لسه ما كنتش منزلها، علشان اتسحلت طبعا في الفيديوهات بتاعت رمضان زي ما انتوا عارفين، فما جاتليش فرصه ان انا الحق اعملها اديتنج وانزلها. 3 فيديوهات دول هينزلوا قريب قبل مراجعه بتاعت رمضان الجزء الثالث. كازابلانكا احنا عملنا له طبعا التريلر رياكشن بتاعه لما نزل، كان التريلر الرسمي بتاعه. هو عامه هو ده التريلر، مدته دقيقه. اتمنى ان احنا نشوفه مشاهد تانية. انا عن نفسي اتمنى ان انا اشوف مشاهد تانية لعمرو عبد الجليل بصراحة، لان زي ما قلت عمرو عبد الجليل هيكون العنصر الاساسي اللي انا هشوف الفيلم ده. وزي ما قلنا ان كازابلانكا والممر هيبقوا معانا في العيد ان شاء الله باذن الله. ما اعتقدش هيبقى في حملة فرعون، هو هيبقى كازابلانكا والممر. ممكن لو في حملة فرعون، لو جت معايا هخش فيلم كده مثلا لوحدي ولا حاجة، اخش كمان حملة فرعون. بس هو اللي فور شور يعني بكل تأكيد هو كازابلانكا وفيلم الممر. طبعا كالعادة ما شفتش التريلر ولا مرة، فهشوفه معاكم دلوقتي لأول مرة. يلا بينا كده. هجمين البحر هيبتدوا العركة. If you fail, you beg every day for your death. العركة لو ابتدت هتزعل. ما جابش معاه بنت ولا حاجة. دعونا ننسى أخطاء الماضي ونعمل أخطاء جديدة. قال الأصل يا عمر. شغال معاك في العصابة يا عمر. أنت فاكرها عركة على إما تضرب وتصير. أنا بنقول نوقفوا لعب لحد كده. الركنه دي امر هنعملوها ولا ايه؟ تريلر بصراحه حلو جدا، تريلر فشيخ. انا استغربت جدا ان في كمان نيلي كريم وفي كمان مصطفى شعبان. مش عارف اقول ايه بصراحه. مصطفى شعبان على فكره انا ما كنتش من محبين مصطفى شعبان نهائي نهائي، وبصراحه ما كنتش بقتنع بتمثيله تماما. ابتديت اقتنع بتمثيله لما عمل مسلسل ايوب السنه اللي فاتت، والسنه دي تمثيله في ابو جبل اكتر من رائع. السنه اللي فاتت كان عمل ايوب دوره كان خرافي، والسنه دي عمل ابو جبل دوره كان حلو جدا. فانا استغربت جدا ان هو في كمان مصطفى شعبان. على فكره مصطفى شعبان هيكون اضافه للفيلم بطريقه مش طبيعيه، عشان تبقوا عارفين يعني اخر فيلم تقريبا مصطفى شعبان كان عمله كان على ما اعتقد فيلم الوتر، اللي كان برضو كان مع غادة عادل برضو اللي بتشاركوا معاه هنا في الفيلم، كان 2010، وكان قبليه كان فتح عينيك، فبقاله كتير قوي غايب قوي على السينما. البطوله طبعا زي ما احنا عارفين امير كراره وعمرو عبد الجليل واحمد داش والراجل بتاع حريم السلطان، انا ما بعرفش اقول اسمه ده، وفي مصطفى شعبان وفي لبلبه وفي بيومي فؤاد واحمد فهمي واياد نصار، وفي كمان دلال عبد العزيز ومحمود البزاوي. طبعا الاخراج لبيتر ميمي، ظهر بيتر ميمي عامل شغل السنه دي في الفيلم حلو جدا. لا برضو الاخراج باين عليه ان هو نضيف يعني، بس انا زعلان منه على موضوع مسلسل كلبش ده، عشان لحد دلوقتي كلبش مش عاجبني خالص. ما علينا من موضوع كلبش، كلبش هنجيله برضو في وقته. علشان خلينا في الفيلم لحد دلوقتي، عشان دمي بيتحرق بس لما بتكلم على كلبش الجزء الثالث. يعني
اللي عجبني برضو في الفيلم ده ان الفيلم تم تصويره في مصر وفي المغرب وفي فرنسا، في حتت كتيره جدا كانت متصوره في المغرب. نسبه ترقبي للفيلم ده لما عملت له تريلر رياكشن الاولاني كانت 7.5 من 10، بس بصراحه بعد ما شفت مصطفى شعبان، وانا من وجهه نظري شايف ان مصطفى شعبان هيضيف للفيلم ده، على الرغم من ان هو هيطلع مجرد ضيف شرف زيه زي نيلي كريم، زي احمد فهمي وبيومي فؤاد والناس دي كلها طلع ضيوف شرف. لما عملت له تريلر رياكشن الاولاني اعطيت له 7 من 10، 7.5 من 10 كنسبه ترقب. دلوقتي لما شفت بصراحه مصطفى شعبان ونيلي كريم، نسبه ترقبي للفيلم بقت 8.5 من 10. بس ما عنديش اي حاجه تانية اقولها. ده ان شاء الله باذن الله هيكون فيلم من افلام العيد اللي احنا هنشوفها وهنعمل لها مراجعه ان شاء الله في القناه. بس ما عنديش حاجه تانية اقولها. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم ان شاء الله. اشوفكم في فيديوهات تانية قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم، وما تنسوش تعملوا لي فولو على فيسبوك وتويتر وانستجرام، واشوفكم الحلقه اللي جايه. باي باي. العركه لو ابتدت هتزعل.